اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، نرحب بكم إلى حلقة هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الإيمان والصحة والرزق وفي الأهل والأولاد والأحباب والبلاد والعباد. حديثنا اليوم عن التسمية في الإسلام، كيف نسمي أبناءنا وبناتنا. وكنا في حلقات ماضية تحدثنا عن حقوق الأطفال. حقوق الإنسان هي ليس لما يكبر ويصير ناضج عقليا وكامل نفسيا، وإنما حقوق هذا الإنسان في الإسلام تمتد منذ أن يكون جنينا في بطن أمه، إلى أن يستهل بالصراخ ويولد، إلى أن يمر بمراحله العمرية المختلفة، إلى أن يلتحق بالرفيق الأعلى ويسكن في مدينة الأموات، عنده حقوق أيضا وهو ميت، إلى أن يسير إلى الرحمن في جنات الخلد. فالحقوق في المنظور الإسلامي هي متواصلة لدى هذا الإنسان. اليوم نتحدث عن حق التسمية، فقد عني الإسلام بالمولود منذ بداية نشأته، وأعطى له من الحقوق الكثيرة التي تكفل له الحياة الرغيدة. من ذلك لما يولد حقه في أن نختار له أحسن الأسماء عند الولادة، وربنا عز وجل ألزم الوالدين وألزم العائلة والأسرة أن يجتهد في اختيار اسم له دلالة وله معنى جميلة، لأن هذا الاسم يبقى مع الإنسان طول حياته، بل ويذكر به حتى بعد مماته. فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. يوم القيامة في البعث والنشور، لما يأذن الله تعالى وينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون، المؤمنون يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. والمشركون والملاحدة يقولون: يا ويلتنا، من أيقظنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم يبدأ المنادي ينادي، كل واحد ينادى باسمه واسم آبائه: فلان ابن فلان، هلم للحساب، فلانة بنت فلانة، هلم للوقوف بين يدي الملك الديان. هذا الاسم يبقى معنا في الدنيا ونحن أطفال صغار، نحتاجه أيام التمدرس، ونحتاجه أيام البحث عن وظيفة، ونحتاجه عند الزواج وتكوين الأسرة، ويبقى معك طول عمرك حتى يوم القيامة. لهذا ربنا عز وجل ندب أن نختار أجمل الأسماء وأطيب الأسماء. الاسم يبدأ اختياره في اليوم السابع من الولادة، فعند اليوم السابع يعق عن المولود ويسمى. والواجب على الوالدين أنهما يختار اسما يبعث على الراحة في النفس والطمأنينة في القلب. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أسوة، فلما كلفه الله تعالى بتبليغ الدعوة وأنزل عليه الشريعة قام بإصلاحات عظيمة. إصلاحات النبي صلى الله عليه وسلم كانت على المستوى الديني والدنيوي، فقد كان نبيا وكان رسولا وكان إماما وكان قاضيا وكان قائدا للجند وكان أبا رحيما وكان وليا أمينا للجميع. ومن الأمور التي كان يهتم بها أنه نظر في أسماء الناس وأسماء الأماكن، حتى الأماكن نظر إليها، فلم يقتصر
اهتمامه على الأسماء بالأولاد الصغار، بل تدخل حتى في أسماء الأشخاص الكبار، بل وغير أسماء بعض الأماكن والبلدان. لماذا؟ لأن للإسم له ارتباط وثيق بالمعنى، وله ارتباط وثيق بصاحبه. فمثلا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وكان اسمها يثرب، وهذا الاسم فيه معنى سلبي. ما معنى يثرب؟ أنه من التتريب، فلم يعجب هذا الاسم وغيره إلى اسم طيبة وقال طابت هذه المدينة. ثم إن النبي الكريم رأى أعداد كبيرة من الرجال والنساء جاءوا يبايعونه ويسألهم ما اسمكم، كل من أعطاه اسم جميل إلا وكان صلى الله عليه وسلم يثبته على ذلك ويوافقه، وإذا أعطي له اسم غير سليم كان يعمل على تغييره. مثلا جاءه رجل قال ما اسمك؟ قال أنا اسمي عبد الحجر. قال لا، هذا اسم لا يليق، أنت من اليوم اسمك عبد الله، اسمك عبد الله. جاءته امرأة قال ما اسمك يا امرأة؟ قالت أنا اسمي عاصية، عاصي أو عاصية. فقال لا، هذا اسم لا يليق، عاصي أو عاصية، أنت جميلة، وسماها جميلة وشقيقها سماه جميل. جاء آخر وقال ما اسمك؟ قال أنا اسمي شهاب. قال هذا الاسم لا يليق، سأسميك اسما آخر، وغيره إلى هشام عوض شهاب. قال هشام، لأن شهاب هو الشعلة من النار، وكان المجوس يعبدون النار ويقدسونها. وهكذا غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة لصحابته المكرمين، وسن لنا قواعد لنظام التسمية. فمن الأسماء التي فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرها من الأسماء، طلب منا أن نسمي مثلا التسمي بعبد الله. عبد الله اسم عظيم، عبد الرحمن اسم كريم، هما من أفضل الأسامي. وقد قال صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يندب إلى اختيار الأسماء التي فيها معنى العبودية لله تعالى، كعبد العزيز وعبد الرحيم وعبد الإله وعبد الملك وعبد الوهاب وعبد السلام، وإلى غير من الأسماء التي هي مضافة إلى الله عز وجل، لأن صاحبها يبقى دائما يتذكر بأنه عبد لله. ولعل الاسم من أسماء الله الحسنى له تأثير على قلب صاحبه. من اسمه عبد السلام، الغالب أنه يشعر بالسلم والسلام في قلبه. من كان اسمه عبد الوهاب يشعر بأن الله تعالى يهبه من النعم الكثيرة. من كان اسمه عبد العزيز يشعر في قلبه بالعزة. من كان اسمه عبد الرحيم يشعر في قلبه بالرحمة، وهكذا دواليك. وفي المرتبة الثانية ندب النبي صلى الله عليه وسلم أن نختار أسماء الأنبياء وأسماء المرسلين، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سماهم. الأنبياء والمرسلين هم خير خلق الله، وجميل أن نتسمى بأسمائهم. ولعل أفضل أسماء الأنبياء والرسل على الإطلاق هو اسم محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي من سماه محمدا؟ سماه الله تعالى لما كانت أمه حابلة به، وكانت العائلة تريد أن إن ازداد عندهم مولود ذكر سيسمونه قتم. قتم لأن عبد المطلب كان عنده ابن يافع في الرابع عشر من عمره وتوفي له، وحزن عليه حزنا شديدا، وكان اسمه قتم، وقال أول مولود يولد لي في أولادي أو أحفادي سأسميه قتم. فكان أول مولود هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عازما أن يسميه قتم، لكن أمه رضي الله عنها قالت لقد جاءني هاتف من السماء
يقول لي سميه محمدا سميه محمدا سميه محمدا. فقلت ما محمد؟ قال كي يكون محمودا في السماء والأرض. وأيضا اسم أحمد، أحمد بشر به نبي الله عيسى بن مريم، ذكره للحواريين، قال وأبشركم برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فقالوا بأن سيدنا النبي في الأرض اسمه محمد وفي السماء أحمد، وأحمد صيغة مبالغة، محمد يعني محمود الذكر، وأحمد هو صيغة مبالغة أفعل. كذلك من الأسماء الطيبة المباركة من أسماء الأنبياء والمرسلين أسماء أولي العزم منهم، وهم سيدنا موسى الذي بعثه الله تعالى لبني إسرائيل، نبي الله موسى اسم عظيم واسم مبارك. وكذلك اسم عيسى اسم مبارك، واسم نوح اسم معظم، ولعل من أعظم الأسماء اسم أبي الأنبياء وهو اسم إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء اسم كريم. وكذلك باقي أسماء الأنبياء مثل يحيى ويعقوب ويوسف ويونس وصالح وهود وغيرهم، هذه كل أسماء الأنبياء والمرسلين، أسماء مباركة لم يسموا أنفسهم بها، وإنما سماهم الله تعالى من فوق سبع سماوات. كل نبي سماه الله تعالى، مثلا يحيى قال لزكريا بمولود لم نجعل له من قبل سميا، فكان ربنا هو الذي سماه يحيى. كذلك بعد أسماء الله الحسنى وأسماء الأنبياء، جميل أن نتسمى بأسماء الصالحين من عباد الله المتقين. وأفضل الصالحين بعد الأنبياء والمرسلين هم الصحابة الكرام، جميل أن نتسمى بأسمائهم كاسم أبي بكر واسم عمر واسم عثمان واسم علي وحمزة وزيد وعمار، كلها أسماء جميلة ومباركة. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول تسموا بأسماء الأنبياء، وحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وبالمقابل النبي الكريم كره أن نسمي بالأسماء التي فيها القسوة أو الغلظة أو الألفاظ الخبيثة أو الأسماء التي فيها المعاني السيئة أو الأسماء التي فيها السخرية وفيها الإحراج، فهذا كله لا يليق. ياما كنا صغار في المدرسة وكان الأستاذ أو المعلمة ينادي بأسماء التلاميذ كل صباح، فمن عندهم أسماء جميلة كانوا يستبشرون ويفرحون وينطق اسمه وهو سعيد بكل فخر واعتزاز. وأذكر كان معنا أطفال صغار عندهم أسماء غريبة، فكلما جاء دوره ليذكر اسمه في المنادات كان يشعر بالحرج ويلعن ربما الحظ أنه أو والديه أو لماذا سموه هذه الأسماء. كما عني النبي الكريم أيضا بأسماء النساء ليس الرجال فقط، فمن الأسماء الطيبة المباركة أسماء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، هي من أطيب الأسماء، لأن ربنا عز وجل هو الذي اختار زوجات النبي الكريم لرسوله وخاتم أنبيائه. وأعظم الأسماء اسم خديجة، خديجة هي المولودة التي تم ولادتها مبكرا عن مولد الولادة المحدد، الخداج هو المولود مبكر فسميت خديجة. وطبعا كل من اسمها خديجة تكون دائما يقول بالدرجة حادقة، حتى قالوا من لم يكن عنده في البيت اسم خديجة فليكتب على الحائط. كذلك اسم عائشة اسم جميل، وهي الشخصية العائشة أو الحية التي تعيش طويلا، والمرأة تكون عيشتها مريحة عائشة. كذلك من الأسماء التي مطلوبة جدا هو اسم صفية، وهي الخالية من العيوب ومن الأخطاء والشوائب، صافية صفية
وكذلك اسم حبيبة وهي الفتاة المحبوبة الودودة العاشقة فيها المحبة والمودة لا تعرف للكره سبيلا، وكذلك اسم زينب ومعناه الشجر الطيب الذي فيه ريحة طيبة وجميل المظهر، هو نوع من الشجر يسمى زينب. بالإضافة إلى بنات النبي الكريم أيضا ربنا هو الذي سماهم، فمن بنات النبي الكريم هناك زينب وهناك رقية، رقية يعني من الرقة والارتقاء والصعود. ومن أسماء بنات النبي الكريم أم كلثوم، ومعناها صاحبة الوجه والخدين الممتلئتين، أم كلثوم وجهها ممتلئ وخدها خدها جميل. وقيل أم كلثوم معناها المرأة التي رأسها مليء بالعلم وبالمعرفة ويكون عندها القبول والشخصية الحاضرة القوية. كذلك من بنات النبي الكريم فاطمة، يعني معناها التي تفطم والدها أو تفطم نفسها عن المعاصي والذنوب، ففاطمة من عادتها أن تكون بعيدة عن الشبه وبعيدة عن المعاصي. وغيرها من الأسماء، أسماء زوجة النبي وأسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك أسماء لبنات لصحابيات وتابعيات مباركات معروفات، من بين الأسماء الجميلة اسم أسماء، أسماء هذا اسم مشتق من الوسامة يعني السمو والعلو والارتفاع، واسم رفيدة معناها التي فيها المعونة والتي فيها العطية، وكذلك اسم حليمة معناها المرأة العاقلة الصابرة المتحملة، ولعل حليمة هي مرضعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. واسم سكينة وهي خفيفة الروح التي فيها لين وفيها مودة، وكذلك اسم ماريا هي الرقيقة الناعمة المشاعر، ماريا ذات البشرة البيضاء، وهاجر التي تحسن صنع الأشياء وتهاجر المعاصي، وأميمة هي تصغير لاسم الأم وكأنها إنسانة فيها روح الأمومة، وغيرها من الأسماء كثيرة وكثيرة جدا. لكن يبقى أعظم اسم هو أسماء الأنبياء والمرسلين، هو اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشير أن بعض الناس في وقتنا المعاصر ربما يرفضون هذه الأسماء ويقولون بأن هذه الأسماء هي قديمة ولم تعد مستحسنة في عصرنا هذا وفي زماننا هذا، ومنهم من يقول بأن هذه الأسماء صارت ثقيلة على اللسان وعلى النفس، فنجد بعض الأسر يتسابقون لوضع أسماء جديدة ربما اقتنوها من مسلسلات ومن أفلام رومانسية وأفلام تراجيدية تعرض على الشاشات، ويرون البطلة أو البطل يختارون هذه الأسماء، فبعض الناس يحبون أن يختاروا أسماء تتناسب مع زمنهم لأنهم أبناء العصر ولكل عصر متطلباته. ومنهم من يقول لا ينبغي أن نتمسك بأسماء الآباء والأجداد. الغريب في الأمر أن الأسماء التي ذكرناها ما عبد وما حمد وأسماء الأنبياء وأسماء الصلحاء هذه أسماء خالدة، أسماء خالدة وتحمل معها معاني عظيمة، لأن الاسم له تأثير على صاحبه من حيث السلوك ومن حيث التصرفات، فقل لي مدى اسمك أقول لك من أنت. أما بعض الأسماء التي قد يتسابق إليها بعض الناس في وقتنا المعاصر والتي استنبطوها وأخذوها من بعض المسلسلات المصرية أو التركية أو اللبنانية لأبطال معينين، فربما قد يكون الاسم نعم فيه واحد الرونق على مستوى السماع والإيقاع في الأذن، ولكن قد يكون خال من المعنى وقد لا يؤثر في صاحبه إيجابا بل قد يؤثر سلبا، والإنسان هو حر يختار ما يشاء، ولكن من اختار الأسماء ذات المعاني النورانية الإيمانية فإنه يحصد الكثير من الخيرات ويحصد الكثير من البركات. نحن المغاربة اعتدنا أنه إذا ولدت بنت نسميها أول ما نسميها فاطمة،
تيمنا بفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نسميها خديجة تيمنا بزوجة النبي الكريم محمد بن عبد الله. لكن إذا كان المولود ذكر، المولود الذكر الأول في كل الأسر المغربية اعتادوا عليها منذ زمان عبر التاريخ إلا ما نظر، وهي أن أول اسم يسمى محمد، إلا إذا كان أبوه اسم محمد نسميه. ففي الغالب المولود الأول في الأسرة يسمى محمد، لأن هذا الاسم لابد أن يكون داخل الأسرة، فيه رحمة وفيه نور وفيه بركة. وقد ورد في الحديث أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولدتم مولود وسميتموه محمدا فأكرموه وأوسعوا له في المجلس ولا تقبحوا له وجها. إذا كان عندك مولود في الدار وليد سميته محمد، عليك أن تكرمه وأن توسع له في المجلس، وإذا قام ببعض الأخطاء أو ببعض العبث يعني استحي منه، لا تقبح وجهه. إذا أردت أن تنبهه بلطف، لأن هذا الولد يحمل اسم أعظم مخلوق على وجه الأرض، وهو مخلوق حبيب الرحمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روي في الحديث أنكم إذا سميتم محمدا فلا تقبحوه ولا تضربوه، وبورك بيت فيه محمد، وبورك مجلس فيه محمد، وبوركت رفقة فيها محمد. فالاسم محمد نحاول ما أمكن نعظم قدره، لأنه يحمل اسم خير خلق الله الذي أمر الله تعالى بالصلاة والسلام عليه. لهذا كان الإمام مالك رضي الله عنه يقول: سمعت أهل المدينة يقولون ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا رزق خير. الله تعالى يرزق البيت الذي فيه اسم محمد، رزق يأتيهم بلا تعب ولا مشقة، وإنما هبة من الرحمن. فاللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي، اللهم يا ربي ارزقنا شفاعته يوم الدين، اللهم واجعلنا جيرانه في جنات الخلد بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب الكرام، يسعدنا أن نواصل هذا اللقاء المبارك، ونذكر بأرقامنا الهاتفية لمن أراد أن يتواصل معنا. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. مرحبا بكل المكالمات، ونبدأها من إقليم الحوز مع السي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بخير السي الحاج. أهلا، حياك الله. الله يبارك فيك السي الحاج، الله يبارك فيك، الله ينور، الله ينورك، الله ينورك. بارك الله فيك. السي الحاج، أنا واحد الإنسان مكفوف وعندي وليدات و... لا إله إلا الله. والظروف في البادية و... السي الحاج بغيتك تدعم معايا مع واحد الإنسان كان كيتعاون معايا ودار الله تعالى، وبقيت دابا وحيد كان كيتعاون معايا كيدير لي واحد البركة من شهر شهر، مسكين هذاك السيد بقى داكشي غير الورثة، وأنا واحد الإنسان راني مكفوف ومكتوف في يدي، واش غنقول لك السي الحاج؟ وما سبق فيا قريت، اسمح لي، راه ما قاليش الحرف، كبرت غير في واحد البلدية بعيدة بزاف في لا إله إلا الله. هذا الشيء اللي كنقول لك أودي السي الحاج، الله ينور، الله ينورك، الله يسعدك دنيا وآخرة يا رب. سي عبد الله خويا، سي عبد الله عندك شي وليدات؟ عندي 4 ديال الوليدات كلهم كيقراو في ابتدائي. الله أكبر، الحمل عليك ثقيل خويا. نعم بزاف بزاف في أمس هذه السكن، غير ماشي ديك السكن اللي كتعرف غير في البادية، غير البرد وسميتو
ماشي الحاج انا بغيت النمره الكاع ديالك الله يجزيك بخير الله يجزيك بخير وغادي نوضح لك بزاف الامور الله يجزيك بخير وانا كنطلب هذا النهار ديال الجمعه يسعدك دنيا واخره بارك الله فيك مولاي بارك الله فيك سعد الله راك منور هذه الاذاعه منور هذه الاذاعه واحسن انا خويا وحبيبي وكل والله العظيم الا كنحس بك واحد من العائله وأكثر من واحد من العائلة أحسن واحد عندي في العائلة نفسي. الله يطول عمرك سعد الله الله يبارك فيك أخويا ودعوا معنا والخوت قاعد يدعوا معايا وهالرقم ديالي إلى واخا مولاي الله يجزيك بخير بارك الله فيك أخويا بارك الله فيك حفظك الله لا حول ولا قوة إلا بالله أخونا سعد عبد الله هو واحد يبدو أنه من المعذبين في الأرض المعذب في الأرض هو الذي ربما خانته صحته وما عندوش مؤهلات ولا قدرات على العمل والكسب بعرق جبينه ودائما يكون مضطرا للاعتماد على الآخرين هو يتمنى لو كان قوي لو كان مؤهل لو كان عنده قدرات يعمل بكتفه وعضده وعرق جبينه ولكن يكون الإنسان عاجز وخصوصا نرى أصحاب الاحتياجات الخاصة إما فقدي للبصر أو فقدي للحركة وربما قد عاشوا في مناطق بدوية وقروية وحرموا من التعليم والتمدرس وحرموا من تلقي أي مهنة وأي خبرة وعاشوا هكذا شكون اللي كيعيشهم في الأول في الصور ديالهم كتلقى كيعيشوا وسط العائلة إلا عنده القدرة يقدر يسرح بهيمات يعاون في الفلاحة ولكن إلا كان فاقد البصر لا يستطيع كتلقى باه ولا جدوك يقول لهم هذاك غير البركه غير خلوه في الدار غير البركه هذا كيبقى جالس معنا فيما تحط واحد الطبق ديال الطعام يمد يده مع الطاعمين وكيبقى هكذا يعيش وسط العائله ملي كيتوفاو العائله الا كانوا ميسورين راه كيخلوا ليه شي بركه يعيش بها الا كانت عائله على قد الحال هنا كيتعرى هنا كيلقى راسو في مواجهه شظف الحياه ومواجهة شدة العيش إذا كان محظوظ كيسخر له الله سبحانه وتعالى بعض أهل الإحسان وأهل الفضل وربي عز وجل جعل في كل مكان وفي كل زمان أناس من أصحاب القلوب الرحيمة أهل الفضل وأهل الخير في كل زمان ومكان لأن الله تعالى اسمه الرزاق ذو القوة المتين ولا يخلو زمان ولا يخلو مكان من داع إلى الله ومن أهل الإحسان ومن أهل الفضل لا يخلو أبدا ولكن قد يظهر وقد يختفي فأخونا سي عبد الله حكى لنا بأنه في المنطقة اللي فيها ربي سخر لي إنسان أعطاه الرحمة هذاك مسخر من عند الله هذاك رمشي من نفسه كيعطي هذاك ربنا أحبه وجعل الخير في يديه وأعطاه الشعور بالإنفاق وأعطى وفي الحقيقة السي عبد الله داك السيد اللي كان يعطيك هو كان يعطي لنفسه دابا الآن هو توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى داك الشيء كاع اللي عطاك وسع عليك غادي يلقاه أمامه كجبال مكة وتهامة غادي يلقاه وغادي يفرح وغادي يقول ليتني لو كنت على هذا الفهم لأعطيت أكثر من ذلك أما ما تركه خلفه فهو بقي للورثة الورثة إذا كانوا مؤمنين وكانوا متقين غيتعاملوا بهذا الورث وهو هبة من عند الرحمن غيقسموه بيناتهم بالتراضي والسوية ولا ينسوا الصدقات على من أعطاهم هذا الإرث يدعون له بالرحمة ويقيمون صدقات هذو ولاد الناس هذو ولاد الخير ولكن كين الله يسترنا ويستركم بعض الورثة ما كيساليوا إلا بالمحاكم وكيساليوا إلا بالدباز وكيبقاو يقولوا الكلام سيء في من ترك لهم ذلك الإرث أنه لم يقسم بينهم بالعدل وأنه كان كيدير تمييز وأنه كان كيدير كذا وكذا ما كيخليوش حتى ينعس في القبر ديالو مرتاح على كل حال سي عبد الله هذا السيد اللي كان كيعطيك هذا كان منفق ولكن الرازق حي لا يموت سبحانه كل من على الأرض يموت يحيى ويموت كل من على الأرض كلنا عندنا بداية وعندنا نهاية سنوات معدودات ما معنى 60-70 سنة 80 سنة راهي في علم الله ثلاث دقائق فقط لأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وفي آية أخرى
يوما عند ربك كخمسين ألف سنة، وهذا يعني أن حياتنا فوق الأرض قصيرة جدا، ثلاث دقائق. إلى توفي المنفق يبقى الحي، الله تعالى وحده حي في ذاته لا يموت أبدا، وكل ما على الأرض من الملوك ومن الأمراء ومن السفراء ومن الكبراء ومن عامة الناس الكل يفنى ويبيد، ولا يبقى إلا وجه العلي القدير. فاطمئن أخي عبد الله، خلي دائما اتصالك بالله، خلي اسم وأنت تحمل اسم عبد الله، وذكرنا بأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله، خليك مرتبط بالله، ربنا سوف يسخر لك مثل هذا الذي كان وأحسن وزيادة. إذا كان عندك اليقين في الله ربي سوف يسخر لك. أسأل الله تعالى أن يسخر لك أهل الفضل وأهل الكرم وأهل الجود بفضله ومنه وكرمه. وكان نستغل الفرصة لنقول بأننا نحن في وطننا العزيز، نحن في دولة مواطنة، نذكر بين الفينة والأخرى أننا حينما نقوم بالإنتاج ونقوم بالعمل ونقوم بالإنتاج المستمر، علينا أن نخصص واحد الميزانية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بحال الأب في الأسرة. الأب في الأسرة عنده عشرة الأولاد كينفق عليهم جميعا، ولكن عنده واحد وليد مريض أو عنده إعاقة أو تلت به ليام، كتلقى الوالد يقول لخوتو هذه ديال خوكم أو ديال أختكم فلانة، لأن قلت صحة وقللت معرفة كيخلوا لي دائما. معروف أن الناس كانوا إما كيكتبوا واحد الملك كيقول هذا بعد الوفاة هذا كان عطيه فلان، كيوصي خوتو لأن قلت صحة وقلت معرفة باش يبقى دائما عيشا كريمة. كذلك الدولة لما تقوم بتوزيع الميزانية، كنتمنى في البرلمان لما يتدارسون الميزانية وكيوضعوا واحد الميزانية للتعليم، ميزانية للصحة، ميزانية للتشغيل، ميزانية للتسلح، ميزانية لقضاء الديون الخارجية، لابد أن تكون واحد ميزانية هي موجودة ولكنها نادرة وقليلة جدا، ميزانية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، هذه تكون نوع من التوسعة. في السنوات الماضية أذكر 21 سنة قبل كان هؤلاء الفئة يعيشون حياة طيبة، كان ذكر بأن كل واحد منهم كان كيدق الباب كيلقى أعطية، كيلقى على الأقل كيعطوا كيوسك في إحدى الأماكن أو كيعطوا واحد الرصيف ديال الباركين أو كيعطوا رخصة استغلال سيادة أجرة قريمة ديال تاكسي أو كيعطوا شيء أعطية. دابا الآن داكشي ولا شبه نادر أو ربما منعدم، وهذا كيخلي واحد نوع من الإحباط يسود عند هؤلاء الناس. فكنت منه إن شاء الله نرجع للعهد الزاهر، العهد اللي كان فيه ملي كنقسموا الكعكعة ديال البلاد، كنخليوا هاد ولادنا وخوتنا اللي هما ضعاف صحة وضعاف قوة كنعطيهم واحد النصيب باش يعيشوا بحرية وكرامة. سي عبد الله الله يحفظك ويرعاك ويزيدك ربي من فضله، اللهم آمين يا ربي يا كريم. ونواصل أيها الأحباب الكرام، واللحظة نتحول إلى مراكش مع للا أمينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخيرا شكرا لله اليوم الجمعة. يا مرحبا بك للا. الحمد لله شكرا لله. شحال هذه ولا تنتصل بك، دارت لك المولد ديالك الله يبارك لك الله يحفظه لك ويخلي لك صحتك ان شاء الله، دائما تدعي معاك دائما احنا معاك، الله يكون معنا. لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. الله يبارك فيك. وعليكم السلام لالا. يا الحاج ما عرفتش قبل الباقي راه كل ليله تنقبل هذا الخط ما شد ليا حتى لهذ الليله الحمد لله على كل حال. قلت لك السي الحاج عافاك دعي معايا واحد المولد عندنا هاد الايامات يلا عنده 7 ايام تبارك الله. الدعاء الناس يقولوا امين هاد الايام يوم الجمعه يا رحمن يا رحيم. مسكين يلا قالوا لك عنده هذا تشوه في القلب. لا اله الا الله 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 الحمد لله على كل حال. الحمد لله شكرا. قال لك عنده العمليه قبل شهر قبل ما يكمل 4 الاسابيع هاد الايامات. لا إله إلا الله. تبارك الله سبحانه وتعالى. يا ربي. الأمور. ويغير من يا ربي هذا لهذا يا ربي يا ربي لا إله إلا الله. يا ربي يا كريم. يا ربي. وليداتي الله يحفظهم وحفيداتي.
يا رب يا كريم. لك شحال من مره عزيت لك الوالده وداكشي. الله يطول عمرك جزاك. المدرسه عاد مكتوب ثاني هذه اليومات دائما ملي كنت حامله وانا تندور باش تدعي معنا وهو مكتوب اليوم نهار الجمعه الحمد لله. يا ربي جمعه معظمه يا ربي لالا امينه. يا ربي يا ربي تسهل. لالا امينه المولود بين يديك، المولود قريب منك لالا المولود. نعم. الوليد هذا الرضيع قريب منك، قريب منك دابا الان حداك. هو معايا في الدار، ولد ولدي. ولد ولدك. الله اكبر لالا. الله اكبر مسكين. وكي درتوا مع العمليه ديال القلب لالا؟ اش درتوا الاجراءات؟ دابا تنجدد هذا باش ان شاء الله نديروا العمليه. تيجري ولدي تيجري خارجني تجري هنا تجري هنا ديال هذا ديال هذا ديال هذا. لا اله الا الله. الله يشافي الله يشافي يا رب. ايوا الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. فنطلب الله الناس يقولوا امين يسهل الامور يا ربي. يا ربي يا كريم. يا رحمن يا رحيم. وخلل امينه بارك الله فيك الشريفه، بارك الله فيك. شكرا لك لله. شكرا. ونطلب من الساده المستمعين الله يجزيكم بالف خير. هذه العائله بغات تفرح، ربي عز وجل وهبها الوهاب وهبها مولودا، والمولود قد أصيب بهذا المرض الشديد، يعني تشوه في القلب. لكم أن أن تتوقعوا أشنا هي الظروف الصحية والظروف النفسية لكي تشعد العائلة. الطب هو متطور لكنه مكلف، الطب متطور جدا الحمد لله. أي عملية كتدوز في المصحات وقد عشت العشرات منها مع الناس، والحمد لله الطب متطور جدا جدا، والمريض كيعود صحيح. لكن هذا الطب المتطور مكلف للغاية. عملية بحال هذه على الأقل كدير 6 مليون ونص، وكاين اللي كتمشي حتى 12 مليون. ولكت العائلة ما عندهاش تغطية صحية وكانت فقيرة، راه كتلقى بأنها كتعود تتسول هنا وهناك وكتعيش واحد الضنك شديد. لكن بغينا أيها الأحباب الكرام نتوجه وإياكم في هذا اليوم الأغر إلى الصانع الذي صنع هذه الصنعة، إلى الواهب الذي وهب لهذه العائلة هذا الموهوب، وندعي الله تعالى ونتوسل إليه بالقرآن العظيم. لالا أمينة أنا بحال المولود أمامي، وكنوضع اليد ديالي على قلبه وغنقرأ واحد البركة ديال القرآن العظيم اللي عنده علاقة بتخلق الجنين، وربي سبحانه وتعالى هو الوهاب. يقول عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، ببركة هذه الآيات من كتابك العزيز وفي هذا اليوم الأغر يوم الجمعة وهذه الوجوه الطيبة التي نجتمع وإياها على ذكر الله، أسألك اللهم هذا الموهوب هذا الولد، اللهم أنت خالقه وأنت صانعه وأنت واهبه والأمر كله إليك، أسألك اللهم أن تشافيه وتعافيه، اللهم شافيه وعافيه، اللهم بارك له في سمعه وفي بصره وفي عقله وفي قلبه وفي فؤاده وفي كل جوارحه، اللهم اشفيه وعافيه. يا رب الناس أذهب الباس، رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. يا رب في هذا اليوم الأغر اشفيه وعافيه، اللهم عليك بقلبه يا رب، إن قلبه فيه تشوه وأنت أعلم بذلك، وأنت الصانع أنت المبدع أنت المتقن أنت الرحيم،
اللهم اشفه يا كريم، اللهم اشفه يا كريم، اللهم اشفه يا كريم، اللهم يا رحمن يا رحيم، لا تضطره إلى إجراء عملية جراحية، يا رب اجري له أنت يا كريم عملية جراحية بكلمة كن فيكون، إنك على كل شيء قدير، إنك بالإجابة جدير، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. قولوا يا أحباب الله، قولوا جميعا آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، نواصل وإياكم هذا اللقاء المبارك، ونستقبل اللحظة من إقليم بن جرير للا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي الحاج بخير، حياك الله الشريفة. أنا شلحة شوية، ما كان عارفش بزاف العربية. مرحبا لله، كلامك كله إن شاء الله غنفهموها اللي فهمنا بالعقل، وهذاك اللي فهمنا بالقلب هو هذاك إن شاء الله. مرحبا لله. أنا أفيدي التوفالي يا رجل، لا إله إلا الله، 15 يوم فوق العيد الكبير. إن لله وإن إليه راجعون. يا بغيت غير الدعاء، مسكين مشى صغير، لا إله إلا الله، ودريس والدرويش وبقى فيا، ما نقدرش نطلبكم تدعيوا لي بالصبر. يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم، لا إله إلا الله. لالا فاطمة، باش تشوف مسكين، كان مريض بالقلب مسكين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. مسكين من 2016 حاج، في 2015 حاج، حاج مو سعداته هذيك الساعة مسكين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن لله وإن إليه راجعون. وجالي هذا المرض مسكين، خرج من الدار غاتبه ما فيه والو، ما فيه والو، ما رجعش. أنا كيقول لي عقلي ما ماتش. الله 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 الله، أنا لا لا إله. لا إله إلا الله. ودوزت معه أكثر من 22 عام، وقلبه متعلق بالمسجد. سعداته مسكين، سعداته ديما صلاته في الهند يا صلاة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكيكون مسكين واحد دعاء كيقول يا ربي إلا كان الخير في العمر طول لنا العمر، إذا كان الخير في الوفاة أنت اللي أعلم. الله أكبر يا ربي يا كريم، يا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، عظم الله أجركم لنا فاطمة، عظم الله أجركم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول حاجة لنا فاطمة، هات الشهادة الجميلة الرائعة اللي شهدتيها في هذا الزوج ديالك، هذه تكفيه وتشفع له عند الله، ولعل الملائكة الرحمن تؤمن وتشهد على ما كل ما يقال عن الميت. هناك ملائكة كتكون حاضرة في اللحظة ديال الوفاة، تؤمن وتشهد على ما يقال الميت. إذا قالوا بأنه من الصلحاء يكتب في السجل من الصلحاء، إذا قالوا من أهل الإحسان يكتب من أهل الإحسان، أي كلمة طيبة نذكرها له تكتب له بإذن الله. وحتى بعد أن يلتحق بالرفيق الأعلى وكتبقى سنوات طوال، وكلما ذكر الميت وذكر من عمل صالح إلا وربنا سبحانه وتعالى يجعل له في هذا الأمر خير عظيم وخير مبارك. فالكلام اللي قلت عليه لفاطمة أنه كان قلبه معلق بالمسجد، هذه نعمة، هذه نعمة عظيمة. الإنسان اللي كان قلبه معلق بالمسجد وعد الرحمن سبحانه وتعالى أنه سوف يكون تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. يوم القيامة غادي يبعث الله تعالى العباد، وربي سبحانه وتعالى غادي يجعل الناس في هلع، والشمس تدنو من الرقاب بمقدار الشبر، والناس يشعرون بالخوف ويشعرون بالحر الشديد. فربنا عز وجل يتجلى بظله و يظل في ظله عددا من الناس، من بينهم رجل قلبه معلق بالمساجد. فالزوج ديالك لالا فاطمة ربي أعطاه هذه الخاصية، إن شاء الله يوم القيامة يكون من الآمنين. ثم
لالا فاطمة الزوج ديالك دار واحد العمل صالح وأنه حج ورفق معه أمه، رأى أعظم حجة مقبولة تكون أنت والأم ديالك التي حملت بك في بطنها 9 أشهر والتي أرضعتك من ثديها 2 سنين والتي كانت تسهر الليالي من أجل تربيتك ومن أجل أن تكون في الوضع الذي أنت فيه. فهنيئا له أنه حج وقد أكمل أركان الإسلام، لأن من حج كيكون كمل أركان الإسلام 5، وأنه إذا رجع من حجه رجع مغفورا له كالثوب الأبيض نقي من الخطايا والدنس، وربنا سبحانه وتعالى يوفقه للمزيد من العمل الصالح، فهنيئا له. والكلمة اللي كان يقول دائما هو يقول أنه إلا كانت الحياة خيرا لي يا ربي عيشني وطول العمر، إلا كانت الحياة شرا لي اقبض روحي. هذا دعاء يقوم به النبي الكريم، يا ربي أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، يا ربي وأمتنا ما كانت الموت خيرا لنا، لعل الموت يكون في خير. ربنا يطلع فيرى بأن العبد إذا بقي في الدنيا سيتعرض لبلاء شديد. ربنا يعلم الغيب، ولعله اطلع فرأى بأن حياة فلان في الأيام المقبلة قد تشهد تغيرات وقد تشهد صراعات وقد تشهد فتن وقد تشهد أمراض وعلل، ربما قد يمرض الإنسان يدير الدياليز يسبق هو معذب، ومن ما هم معذبين يقدر يكون يتعذب في فتنة، جي فتنة في العقيدة ويجي شك ويجي وسواس ويجي شرك، ربما تقدر أشياء. ربنا يقول لا عبدي فلان أقبض روحه على الإيمان والطهارة، وكيقبض الله الروح ديال العبد المؤمن. فكل حاجة إلا ولها سر إلهي. لالا فاطمة انت كتقولي بانه عقلك يقول لك راه باقي ما ماتش، خرج ولم يعد وحنا راه يدخل عندي، راه فعلا انا فاطمه ما ماتش، راه الموت سمى ربي غير مرقد. وقال لنا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا به من قبلهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية جاءت في المجاهدين، لكن العلماء قال لك كل واحد من أهل الإيمان يجاهد في نفسه ويجاهد في دينه ويحرص على الطاعة والإيمان ويسارع الشيطان، رقي سمته ومجاهد حتى هو يدخل في هذه الآية المعظمة. لالا فاطمة هذا هو الأجال ديال الزوج ديالك، وحنا كل واحد فينا ربي دار لنا أجال ولكن لا نعرفه، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، الأمر لله من قبل ومن بعد. طلبوا الله تعالى في هذا اليوم الأغر يوم الجمعة، الله يرحمه رحمة واسعة، اللهم يا ربي يا كريم يا ودود يا رحيم، هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تفتن بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم اجعله عندك منعما في عرصات الجنات، اللهم يا رب بفضلك ومنك وجودك اجعله بجوار النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قولوا معنا جميعا آمين آمين. ورزقك الله تعالى يا فاطمة، رزقك الله تعالى صبر الأنبياء وصبر المرسلين وصبر أيوب عليه السلام، آمين آمين يا رب يا كريم. ونتحول إلى إقليم ولاد سعيد مع لالا زهور. السلام عليك السيد طيب كريبان. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار كبير عبد الله، نهار كبير الله يكبر بك لالا، ولا كنصوني لك الله يحفظك لالا زهور الله يبارك فيك لالا. ملي عيطت لك ودويت معاك راه الله سبحانه وتعالى كنواعد وكنقول ربي نصوم نصوم شد لي الخط باش ندوي معاك. الله يحفظك الله يعلي دراجتك لالا، الله يحفظك ويرعاك لالا، بارك الله فيك الله يعز امرك. انا ميت لي الراجل هذه 13 عام مات عندي انا 27 عام. الله 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 خلاك شابة، لا اله الا الله. عندي 3 الوليدات لا اله الله يعاونك عليهم يا ربي. صبرت معاهم وخدامة كنمشي نخدم في النعناع نخدم عند الناس، اي واحد عيط عليا نمشي ندير اي حاجة نخدم فيها. لا اله الا الله. نطلب الله ونقول اعطيني الصبر، ربي ما بغيت الصبر من عندك، بغيت لي حاجه ديال الحرام ما تدخلش عليا.
يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم. قبل قطع لي الخط خذ النمره بغيت ندار معاك في شي حاجه خاصه وخلصه باذن الله. هذا لي داك ولا شي حاجه وبغيتك تدعي معايا على واحد الوليد عنده دابا 16 عام. لا اله الا الله. كنطلب يصلي بغيته يصلي وعبد الله هو كيدير بيا داك ما باغي يلعب وباغي ما باغيش يصلي كندير معاه وما بغاش يصلي. خلاني حامله ولات البنيه عندها دابا 12 عام. الله 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 الله. وصابره معاه وكنقول انا بغيت سيدي ربي على هاد الستره اللي ساترني احمد الله ونشكره. لا اله الا الله لا اله الا الله. ونطلب السي الطيب كريبا ندعي معايا يعطيني الله الصبر. يا ربي لاله زهور يا ربي يعطيني العوين مع وليداتي وكنتعصب مع الدري ما بغاش ما باغيك باغي يلعب باغي شي قرا. لا اله الا الله في المراهقه صعيب عليه. ومحني. لا اله الا الله. لاله زهور عنده عمامه واخواله كاينين؟ ما احتاجت حتى واحد سوى الله. نعم بالله ونعم بالله. عمو تحول للسطاس وخا حدايا ما كيدير عليه ما يدوي معاهم ما يجي عندنا ما. لا اله الا الله. الحمد لله كاينين الناس كاينين الناس كاينين جيراني الله يعمرها دار تما ادعي معاهم. كاين والدي تما في واحد شويه مخاف من تما ادعي معاهم. لا اله الا الله. كل واحد مسكين ربما ظروفه عنده مشاكله الخاصه. وانا كنقول عدي الله ونعم بالله. الاولى كنقول انا عدي الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله تعالى. مني عدي ربي وساترني هذاك هو الله الحمد لله. يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم يا زهور. ما عارفه ما والو عايشه في العربيه وفي الباديه وبغيت وليداتي يقراوا ويصلي ويقراوا القران وعبدوا الله هادشي اللي كنتمنى من الدنيا. يا ربي يا كريم. انا ما بغيت والو انا بغيت ولادي يقراوا ويصليوا تما ويعبدوا الله ما يمشوش في الطريق اللي خايبه هادشي اللي كنطلب. يا ربي يا كريم باذن الله. يا ربي يا كريم. شكرا لك لاله زهور حفظك الله ورعاك. لا اله الا الله. اختنا زهور هي واحده من ابناء هذا البلد الذين كتب الله عليهم قدرا كما رايتم فيه شده اصعب شده ممكن تتعرض لها المراه وهي شابه ان تفقد زوجها. فقدان الزوج راه واحد البلاء شديد. لذا كنقول للسيدات الفاضلات اخواتنا وبناتنا جميعا اللي عندها سي زوج وعايش معها تحمد ربي وتشكره وتهلا فيه ويتهلا فيها. وراه الحياه عندهم راها زاهيه راه باضدادها تعرف الاشياء. لاله زهور دابا سمعناها فقدت زوجها وقبل منها الاخت فاطمه بن بكرير فقدت زوجها وكتشعر بالالم وكتشعر بالبكاء وكتشعر بالحزن وكتقول لك خرج ولم يعد وكتسناه انه لعله يعاود يدخل عليها مره ثانيه. جات موتة البغته بالقلب. اما لاله زهور من ولاد سعيد زوجها فقدته وهي شابه عندها 27 عام وخلاها حامل البنيه مازال في بطنها. لكم ان تتخيلوا وتتصوروا هذه الشابه في مقتبل العمر كتعيش في الباديه ولاد سعيد يعني ارض الخير وارض الفلاحه وارض الكسيبه. ولكن المشكل اللي وقع في الناس كلهم ولا كل شيء كيقول نفسي نفسي. ملي كيموت الانسان الناس راه كيزيو عزيو وكيديروا الصواب وكيديروا الفاتحه وكيديروا العشاء ويديروا القران الكريم. ولكن بعد ثلاث ايام اربع ايام ينفض الناس من حول العائله وديك الساعه كيخلوا كل واحد كيقول نفسي نفسي. لاله زهور يبدو بان الحمل على ثقيل ثلاثه الوليدات ودابا الان الدري الكبير عنده 16 عام. تخيلوا معايا 16 عام والبنيه اللي كانت في البطن صار عندها 12 عام يعني السن متقارب من وليداتها. دابا غيدخلوا لواحد المرحله اللي هي يا حرجه مرحله المراهقه. والاولاد الصغار ملي كيدخلوا للمراهقه كيكونوا عندهم واحد كله كيدير ليه مولانا. في الغالب كيقدر يكون الدري عنيف متشنج خصوصا اليتيم اذا لقى الحرمان باغي يلعب باغي ملابس باغي العاب باغي ترفيه ما كيلقاش. امو مسكينه مضربه مع الزمان كتمشي كتخدم في الفلاحه ديال النعناع يعني تصوروا شحال غتكسب نهار المخيره عندها 50 درهم وخصها تطعم هاد الافواه باربعه وخصهم هاد الوليدات ما باغيش غير الطعام والشراب باغين اللباس باغين الالعاب باغين الترفيه باغين بزاف الاشياء كيبغوها الوليدات خصهم طابلات خصهم كذا
الى غجا التعليم عند بعد غتفكر كيفاش توفر ليه الانترنت، توفر ليه الوسائل اللوجستيكيه باش يقرا، مستحيل. هذا كيخلي الولد كيقارن نفسه بالاخرين وكيشعر بانه محبط، ان ما عنده زهر. هاد اللحظه الوليد ديالك في الغالب ماذا يدور في ذهنه ملي كيجلس مع راسه وكيلقى الاولاد عندهم اباءهم، باه كيتكلم معاه، باه شرى ليه، باه سافر به، كيقول علاش انا با ما عنديش. يقدر يجي افكار يقول علاش الله تعالى خذ لي الاب ديالي. هنا كيتسرب الاطفال الصغار في هذا السن افكار وجوديه، افكار فلسفيه، كل كيسول اين الله، كل كيسول الله موجود، ولكن لماذا انا فعل بكذا، لماذا اخذ مني والدي، لماذا عمل بكذا. وكيجي واحد نوع من الرفض، من العصيان. كتقول لي صلي، اما كيكون مشغول باللعب وبالامور التافهه، واما كيكون في عن قلبه قاسي. هنا كيخص الاولاد الصغار اللي يعتني بهم. الام كتعطيهم الحنان، ولكن اللي كيعطيهم التوجيه شكون؟ خاص المفروض من بعد الاب كيكون العم او لا كيكون الخال، ولا ما كانوش افراد الاسره والعائله، او لا كيكون الاستاذ ديال المدرسه. كنبغي نقول هاد الاولاد اللي كانوا كيسمعوا فينا الان، الا كنت يا ولدي عندك موقف على الله تعالى اخذ منك والدك، ربي عز وجل اخذ من خير خلقه، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اخذ منه والده. سيدنا النبي لم يرى والده، مازال حامل به، بقي الله عند 3 شهور في بطنه، وربنا عز وجل امر الملائكه بقبض روح والد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في سفر مشي يقلب على الرزق ديالو في القافله، ضربته الشمس وجات ملائكه تقبض الروح، والملائكه شعرت بالرأفة والحنان، قالت يا ربنا هذا نبيك وصفيك سيصير يتيما وفقيرا، فقال الله تعالى أنا كافله، أنا مربيه، أنا أولى به من أمه وأبيه. ولما فتح النبي الكريم عينيه على الحياة فتحها ولم يجد أباه، عمره ما قال أبي، عمره ما قال با، حرم منها. وبعد 4.5 سنين إلى 5 سنوات سيدنا النبي سيفقد أمه، ستموت أمه بنفس الموت الذي مات به أبوه، وهي في سفر تذهب عند أخوالها في القافلة، فأصابت ضربة شمس فتوفيت في الطريق ودفنوها في الطريق. واللحظة اللي بتقبض الأرواح الملائكة قالت يا ربنا هذه أم نبيك وصفيك، لقد فقد أباه والآن يفقد أمه، فقال ربنا عز وجل أنا كافله، أنا مربيه، أنا أولى به من أمه وأبيه. وفعلا تكفل الله تعالى بنبيه وأحسن تربيته، فلما كبر كان يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. وربي عز وجل أعطى شهادة للافتخار والاعتزاز، قال له وإنك لعلى خلق عظيم يا محمد. فهذا نموذج لليتيم، ربي عز وجل جعله مباركا وتولاه بالعناية والرعاية. هذا الوليد الزهور كيمر بمرحلة المراهقة، حول ما أمكن شوفي ماذا يدور في خلده. كاين بعض الأطفال اللي في المراهقة إما يميل إلى اللعب، أو عنده ميل إلى الأمور التافهة، أو عنده ميل إلى التمرد، أو عنده أفكار هي التي تحركه في سلوكه. نشوف واش عنده. إلا ما قدرتيش تحاوري معاه لالا زهور، أحسن طريقة كتستعملها الأم هي العناق. ملي كتعنق الولد ديالها أو كتعنق البنت ديالها، راه كدوز ليه الحنان بحال البلوتوث، كدوز ليه الحنان والعطف. مرة كنشدد، ولكن في الغالب كنتعامل باللطف وبالحنان. في الغيبة ديالو كندعي ليه الله تعالى بالهداية وبالصلاح. في قيام الليل والناس نيام كنقول يا ربي وهبتني هؤلاء الأولاد أعني عليهم، يا ربي رزقهم عليك وتربيتهم عليك وشؤونهم كلها عليك، أنت ربنا وأنت مولانا. دير دائما توكل ديالك في الله، وربي عز وجل سوف يسخر لهؤلاء الأولاد من يقوم بهم. الله تعالى عنده ما يسمى بالتسخير، حينما نناجيه ربنا كيتكفلك بالأمور، كيجعل في الطريق ديالك أناس طيبين. إما الولد ديالك هيطيح مع شي صديق ديالو، هذاك الصديق عنده والديه وعنده عائلته طيبة فكيحتضنوه، وإما أنت مضربة مع الزمان، ربي كيجعلك في الطريق ديالك أناس من أهل الكرم والجود، عندهم الفائض ديال الخيرات ويوسعون عليك، وهكذا دواليك. هذا كيتسمى التسخير. التسخير ماشي دائما نعوله على الناس
نعول على الدوله، نعول على المجتمع، ما نعول لا الا على الله تعالى. اش غندير؟ غنبقى نطرق الباب يا رحمن يا رحيم، انت الودود وانت الرزاق وانت الفتاح، وربي عز وجل سيستجيب ويسخر لك افضل خلقه. يقدر يسخر لك واحد الامام ديال الجامع، يقدر يكون القيد ديال المقاطعه، يقدر يكون رئيس الجماعه، يقدر يكون واحد من اهل الله. يا ما هناك راينا اسرار ورأينا كرامات تقع لأهل الإيمان واليقين. أسأل الله العلي العظيم لالا زهور أن يعينك على تحمل هذا الزمن، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الصبر، صبر الأنبياء وصبر المرسلين وصبر أيوب عليه السلام، وأسأل الله تعالى أن يسترك. راه الستر نعمة عظيمة جدا. راه هذه الأخت لالا زهور وهي شابة صغيرة قد تتعرض للفتن، وهي شابة صغيرة قد تتعرض للإغراء، وكان هناك أناس يستغلون فقرها ولا ينظرون إلى الأيتام فيريد أن يستغل. طلب الله تعالى يسترك بستره ويحفظك بحفظه، وإن شاء الله غير اطمئني لالا زهور لك رب اسمه الكريم. يا ما رأينا أناس بحال الشكل ديالك كيكبروا الوليدات كيكافيهم الله تعالى أعظم مما كانوا، كل أول زمانه حياته متاعب، ولكن آخر حياته كيجعله الله تعالى نعم وكيجعل لله عطايا وكرامات عظيمة. أسأل الله تعالى أن يرحم زوجك وأن يسكنه فسيح الجنات، وأسأل الله الواحد الأحد أن يبارك لك في أولادك وبناتك، وأن يرزقك المولى رزقا واسعا ويجعلك مع نساء النبي المصطفى. آمين آمين يا رب يا كريم. ونتحول إلى الدار البيضاء مع لالا نجية. السلام عليكم ورحمة. أهلا لالا نجية، مرحبا دكتور. جمعة مباركة إن شاء الله علينا وعليكم جميع المسلمين. يا ألف مرحبا، يا أهلا وسهلا بك دكتور. الله حفظك. أنا دعالية مع واحد البنت، بنتي طلقت بها بكري وكبرتها وبحالي تعقلات وبها ما كيصرف عليها ما والو. دعيت للمحكمة، المحامية قالت لي رزقي الله يخذها الحق اليوم جمعها، وانا تليت ليها وكبرتها وبحالي مع قدم سكينة مع القراية وما كل شيء. دكتور الله حفظك دعا لي مع الجمعة، ما كيعرفش الحاجة ربي اللي غادي يخلصوا اليوم الجمعة حتى من المحامية قالت لي حقي. لا حول ولا قوة إلا بالله. والدرية بحالي تعقدات كبرت شوية بحالي معقدة ومعصبة ودابا كتقرا وكل شيء. مهم دعا لي مع دكتور وبغيت ربي ينجحها ويعاوني معها. لا لا نجي باها كيشوفها كيتلاقى بها باها باها كيزورها كيتلاقى بها. لا لا تال دابا هي عندها 18 عام تالاخر عاد قال لك بغا يشوفها ما خليتوش دكتور لان ما عمرو عرفها. هي نيت قالت لعمتها قالت لها ما عمرو عرفني حتى بكتاب تاع اللي كانوا كيضربوا الدراري، ما عمرو وقف معايا في المدرسه، عمرو ما عرفني حتى شي حاجه. كيفاش غنقول با؟ وانا با من نهار مشى علينا تقريبا عندها شي 3 سنين ولا عامين، هذيك الساعه حسبته مات. وحتى المحاميه كنت عطيتها الدوسي وما عرفت خدات الرشوه وضبطات لي على الدوسي، دعيت عند الناقب ما عطاونيش حقي الحق عند الله سبحانه. وهو يا راه تزوج ولد جوج وما تعرفش الدري الله ياخذ فيه الحق اليوم الجمعة. وحتى المحامية رزقي وعداتني بما غتقابل لي رزقي، قالت لي الا كلتها راه الله سبحانه يخلصني والله غادي يخلصها. راه كانت راه تقريبا طلقت انا في 2009. الله 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 2009 انقطع الخط. اختنا جيه معذره اختي معذره، لا حول ولا قوه الا بالله. الله تعالى وليك، الله تعالى نصيرك، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من المشاكل الاجتماعية اللي ربما نأسف أن تكون في مجتمعاتنا، ضحايا الطلاق. سمعنا في الأول الأخت فاطمة من بنقرير مات لها زوجها وتبكي، تبكي أن الزوج مات بسكتة قلبية. سمعنا زهور من ولد سعيد زوجها مات وخلالها أطفال صغار وما زال حامل ولا زالت تبكي عليه. لكن الأخت ناجية هذه طلقها والزوج على قيد الحياة وتزوج امرأة ثانية ودر أولاد آخرين وأهمل أسرته الأولى. يعني الناس أشكال وألوان، الحياة فيها وقائع، وكل واحد يطلب الله تعالى يكتب لي مكاتب الخير. لأن نجية أول حاجة نعتقد بها أن هذا الذي وقع لك هو ما يسمى بالقضاء والقدر. يعني القدر هو ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نهار تزوجتي مع هذا السيد هذا
ربنا عز وجل كان يعلم في سابق علمه أن القسمية بينك وبينه غتكون محدودة عامين ثلاث سنوات وغيوقع الانفصال. هذا الشيء اللي وقع، لكن هو من اللي طلق، والطلاق قد يقع بين الرجل والمرأة إذا كانت الحياة مستحيلة وهو أبغض الحلال عند الله تعالى، لكن لابد كتبقى هناك الحقوق وكتبقى هناك المعروف الذي بيننا. ربنا سبحانه وتعالى وصف المؤمنين والمؤمنات، قال بأنهم إذا أحبها أكرمها وإذا كرهها لم يهنها. هذا من صفات المؤمنين، من صفات أهل الإيمان واليقين، أن الله سبحانه وتعالى جعلهم بأنهم بعيدين كل البعد عن الشر، بعيدين كل البعد عن الخطايا. فقد تستحيل الحياة بين الزوج والزوجة لأسباب من المسببات، كنحاولوا الإصلاح، كنحاولوا نطفئوا الغضب، ولكن قد يكون العلاقة مستحيلة كيوقع الطلاق. والطلاق هو أبغض الحلال عند الله، وربنا دار سورة في كتاب العزيز ما سورة الطلاق دار فيها أحكام. كيبقى دائما المودة وكتبقى دائما الإحسان. وقالنا واحد الآية عظيمة في كتابه العزيز: ولا تنسوا الفضل بينكم، المطلقين ولا ينسوا الفضل بينهما. يعني دائما الرجل يقول هذيك مراتي دوزت معايا، خصوصا إذا كان عندهم أولاد كتبقى العلاقة مستمرة إلى 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 لقاء الله. فلا بد أن يقع هناك ما توافقناش، ولكن كيبقى الإحسان، لا تنسوا الفضل بينكم، كنعطي وكنزيد من عندي، كيتسمى الفضل، ما كنتحاسبش. وربي عز وجل هو الكريم اللي كيتعامل مع الآخر بغير حساب، ربي كيكرمه وكيوسع عليه. اللي كيتعامل مع الآخر بتقتير، ربي راه كيزير عليه تهوى. يبدو أن أخت النجية هي معذبة كثير، خصوصا وكتشوف بأن شبابها ضاع، وكتشوف بأن الرزق ديالها ما خاتوش. وأخطر ما كتعاني منه أختنا النجية، كتشوف هذه البنية هذه والآن بلغت 18 عام سن الزواج سن الشرعي، والآن أكيد هذه البنت غتكون تحمل في قلبها مشاعر متلاطمة، كتشعر حتى هي بأنها ليس لها حظ في الحياة. لأن الفتاة إمتى كتشعر بباها؟ ملي كتكبر. الأطفال الصغار كيكونوا صغار كيشعروا بالأم، الأم هي الحاضنة، الأم هي القلب الكبير، الأم هي اللي كتعتني، هي اللي كتطيب وتشقى وكتوجب. ولكن لما كيدخل سن المراهقة الأطفال كيعودوا كبار وكيقلبوا على باهم. الأب كيشكل القدوة، الأب كيشكل الحماية الاجتماعية، الأب كيشكل الإنفاق، الأب كيشكل بناء المستقبل. دابا هاد البنية ديالك لالا نجية ملي وصلت لواحد السن ومحتاجة لباها اللي هو القدوة، كتلقى بأنها كتشعر بالفراغ. أين هو قدوتها؟ غير موجود. عمر ما سول فيها وهي صغيرة، خاصها دروس، خاصها كتب، خاصها محفظة، خاصها عطلة صيفية، خاصها عيد أضحى، خاصها عيد فطر، عمر ما سول فيها. أين هو هاد الأب اللي غادي يجي غدا وبعده واحد الشاب بغي يخطبها وخص يخطبها من باها؟ أين موجود هذا الأب؟ كتفكر مليون تفكير. طبعا الشاب من اللي غادي يلقاه بأنها مطلقة ويبغي يجي توا مع عائلته ووالديه للدار، غادي يقول مع من غنتكلم؟ هي كتشعر هذه المشاعر، وكتشعر من دابا كتستبق الأحداث، عندها تفكير استباقي، وهذا كيأثر فيها وكيخليها كتقول أنا ما عندي زهر. كنبغي نقول لهذه البنية، هذا يسمى القضاء والقدر، هذا قسمتك ونصيبك. دائما إذا ضاعت لنا الأشياء يضيع الله يضيع، باقي عندنا الشيء الأكبر وهو رحمة الله وكرم الله. بالعكس ياما هناك يتيمات وهناك بنات أمهاتهن مطلقات، ربي سبحانه وتعالى كيكتب لهم أحسن الأقدار، كيكتب لهم الله تعالى قدر جميل. كتكون المرحلة الأولى من العمر قدر فيه شدة، قدر فيه متاعب، ولكن فيما بعد كيكتب لهم الله تعالى قدر فيه رحمة، فيه توسعة، فيه عظمة. لأن القدر يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. بماذا يتغير القدر؟ بالدعاء، أننا نكثر من الدعاء، نقول يا الله اللهم انظر إلى حالي، اللهم يا ربي بدل حالي من حال إلى أحسن حال، اللهم سخر لي أفضل وأنبل خلقك يكونون في طريقي. لالا نجية إذا كنت لم تنصفي في محكمة الدنيا مع المحامية، ربما لست أدري حقيقة الأمور، ولكن من لم ينصف في محكمة الدنيا القصة لم تنتهي، لأن المحكمة الدنيا هذه غير ابتدائية.
المحكمة اللي غتكون فيها الاستئناف الأكبر هي في الآخرة. وحدثنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة تنصب هناك محاكم، غتكون هناك محاكم، وربنا يقول لكل فرد منا ينادى باسمه كما ذكرنا في أول الحلقة عن التسمية، ينادى باسم فلان فلان، فلان ابن فلان هلم إلى الحساب، فلانة بنت فلان هلم إلى الواحد الديان، وأنا ذاك سوف يدعى الخصم ويدعى خصمه. كتجي المحامية، كيجي القاضي، وكتجي معهم، وكتعرض القضية مرة ثانية على أنظار ملك الملوك، وأنا ذاك ربنا عز وجل يختم على الأفواه، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. أنا ذاك كل واحد يتطلع الحق دياله. فالإنسان العاقل هو أنه يتحلل من حقوق الناس في الدنيا قبل الآخرة، لأن في الدنيا ما زال ربي يقبل التوبة ويغفر ويثيب، ولكن في الآخرة رفعت التوبة، كيبقى غير الجزاء. أسأل الله الكريم لنا نجية، الله يفرج عليك. اللهم تعالى ببركة القرآن العظيم والذكر الحكيم في هذه الليلة المعظم، في هذا النهار المعظم يوم الجمعة، الله يفرج عليك الهموم، اللهم تعالى ينفس عليك الكروب، اللهم تعالى يحفظك ويرعاك ويبارك فيك ويعوضك خيرا في بنيتك، ويجعل الأيام المقبلة يجعل فيها قدر جميل، قدر فيه رزق وفير، قدر فيه بركة وصحة، ويختار لابنتك واحد الزوج اللي يسعدها ويفرح القلب ديالها، وتولد لك وليدات وتربوا في العز ديالك، وانت الله يكتب لك مكاتب الخير. ربنا سبحانه وتعالى لطيف بعباده، اللهم تعالى اجعل اللطف الإلهي يكون عليك في بدنك وروحك وحياتك. اللهم آمين، اللهم آمين يا ربي يا كريم. أيها الأحبة الكرام، أحبابنا في الله، ونحن في ختام حلقة هذا اليوم، تعالوا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الباري عز وجل، نسأله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى أن يرفع عنا البلاء والغلاء، وأن يتولانا بعنايته ورعايته. تعالوا بنا نرفع أكف الضراعة، لأن الله تعالى يحب الدعاء، ويقول جل جلاله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هيا بنا نرفع أكف الضراعة ونقول: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله الذي هو مدبر الأمور، بسم الله خالق النور من النور، والحمد لله الذي خلق النور وأنزل النور على الطور، في كتاب مسطور، في رق منشور، بقدر مقدور، على نبي محبور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور، وبالفخر مشهور، وعلى السراء والضراء مشكور. يا الله يا الله يا الله، نسألك يا رحمن يا رحيم، يا حليم يا كريم، يا خير مسؤول، ويا أكرم مأمول، يا رب العالمين، يا من له الحمد والثناء، يا من بيده الفقر والغنى، وله الأسماء الحسنى، سبحانك يا رب، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا مضل لمن هديت، ولا هادي لمن أضلت، سبحانك تفعل في ملكك ما تشاء، رب الأرباب، معتق الرقاب، ذو القوة القاهرة والعظمة الباهرة، مالك الدنيا والآخرة. اللهم يا رب العالمين، إننا نرفع أكف الضراعة إليك في هذه الساعة المباركة، أن ترحم كل أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم كل واحد من عبادك المؤمنين له أحبة وله أقارب، من الوالدين أو الأجداد أو الأعمام أو الأخوال أو الأزواج أو الأبناء أو الجيران، فقدهم وقد انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء. أمواتنا الآن في هذا اليوم الأغر، يوم الجمعة، ينتظرون منا الدعاء. اللهم ارحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم يا رب العالمين، اجعلهم في قبورهم آمنين. اللهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة.
اللهم واجعل قبورهم مزارا للملائكة، اللهم واجعل قبورهم روح وريحان وجنة نعيم، اللهم ارحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اكتب لهم الحسنى، اللهم اكتب لهم يا رب العالمين النجاة يوم الدين، واكتب لهم الفوز بمقعد صدق عند ملك مقتدر، واجعلهم يا رب بجوار النبي المصطفى وآل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، اللهم آمين يا رب العالمين. ونسألك يا مولانا في هذه الساعة المباركة أن عبادا لك من المؤمنين والمؤمنات يشعرون بالأمراض ويشعرون بالأسقام، يا رب هناك مرضى، مرضى بأمراض القلب وبأمراض الشرايين، وهناك مرضى عندهم أشكال وألوان وأصناف من الأمراض الشديدة في أبدانهم وفي أنفسهم، وأنت الطبيب يا كريم وأنت المعالج. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تشافي منا كل مريض، وأن تشافي منا كل سقيم، وأن تشافي منا كل عليل. يا رب كل من عنده مرض اشفيه وعافيه، كل من عنده سقم داويه بدوائك، كل من عنده ألم عالج بعلاجك، كل من يعاني معاناة طبه بطبك يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك بحروف القرآن، ونسألك اللهم بسورة الدخان، ونسألك اللهم بملك سليمان، ونسألك اللهم بحكمة لقمان، ونسألك اللهم بعدل الميزان، ونسألك اللهم بالزخرف والطور والرق المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، ونسألك اللهم بمكنون سرك وعلمك. نسألك يا مولانا في هذه الساعة بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نسألك اللهم أن تصلح أنفسنا، اللهم أصلح أنفسنا، اللهم يا رب العالمين إن عبادا لك يعانون من الأمراض النفسية التي عجز عن علاجها الأطباء والرقاة، يا رب يا كريم ارزقنا في أنفسنا الإيمان واليقين، وانزع منا أمراضا الأمراض الخبيثة، انزع منا الوسواس القهري، وانزع منا الأحزان، وانزع منا الاكتئاب، وانزع منا القلق، وانزع من قلوبنا الغضب، وانزع من قلوبنا الحقد، وانزع من قلوبنا الكراهية، واملأ قلوبنا وأنفسنا بالمحبة والمودة، واجعل فيها السعادة والانشراح، واجعل فيها الخير والبركة يا رب بحق قولك، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وحبب لنا يا ربنا الإيمان، حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم يا رحمن يا رحيم، ونسألك في هذه الساعة المباركة أن تصلح الأزواج والزوجات، وتصلح الأولاد والبنات، وأن تؤلف بين الإخوة والأخوات. اللهم ألف بين قلوبنا، فإن الشيطان قد دخل إلى الصدور ووسوس في القلوب وفرق الجماعات. اللهم انزع من صدورنا نصيب الشيطان، وأعدنا يا رب إلى سالف عهدنا بالمحبة والمودة والألفة والتجمعات العائلية والأسرية يا رحمن يا رحيم. وارزقنا يا رب المحبة للجميع، اللهم ارزق المحبة للجميع. نسألك اللهم ببركة سورة قاف وسورة ياسين، ونسألك اللهم بالأنبياء والمرسلين، ونسألك اللهم ببركة حلة إبراهيم وناقة صالح وعصا موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن ترزقنا جميعا رزقا طيبا، رزقا حلالا، رزقا واسعا. اللهم إن عبادا لك فقراء ومحتاجين يحتاجون للأرزاق، وأنت يا رب العالمين الرزاق الكريم، عندك خزائن السماوات والأرض. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تفتح لنا باب الرزق
وارزق الجميع. اقضي الدين عن المدينين، اقضي الدين عن المدينين يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم. نسألك اللهم بصالح العمل والدعاء إذا ارتفع والقضاء إذا نزل أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وبارك في سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين. اللهم وفق كل رجالات هذا البلد للعمل الصالح بما تحبه وترضاه. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. واحفظ الأمة الإسلامية جمعاء وألف بين قلوب أبنائها وأعد المجد للإسلام. اللهم أعد المجد للإسلام، ارفع راية الإسلام في كل مكان خفاقة في العالمين. واختم لنا يا ربنا بالحسنى، اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.